بعد الحمد لله يا ربي كالعادة في البلاد هذية ديما فما بونا الكل. الراجل اللي ما يحبش الظلم اللي هو الرئيس بن علي اللي نشكره هنا اليوم، واللي هو كالعادة رجع الحق ذو الحق. دونك حبيت نزيد ناكد عليها اللي كان احنا اليوم موجودين، الشكر يرجع للرئيس بن علي اللي هو مكننا باش نحلوا هذه دار المغرب الكبير، وهو شفنا كيفاش نجم تصلح دار هذه كونت لي مغربان سون تاتاكي، ولا حشتهم بقناه ولا ميديا ينجموا يعبروا فيه ويخرجوا صوتهم. هذا ولاني احنا عشنا في تونس النجاح الباهر تاع لي زيليكسيون بريزيدونسييل تاع الرئيس بن علي، واحنا التوانسه فرحانين، و سي كيلكو شوز كي اكسترااوردينير بور نو. وشفقنا اللي فما بعض الاطراف من الشرق ومن الغرب كالعاده بداو يسيبوا علينا في السم نتاعهم، سموا علينا في الاكاذيب نتاعهم، واحنا ماناش فاهمين. انا بطبيعتي ديما متفائل وفرحان ياسر بتونسنا الجديده. برا قايل باش نعملوا من تونس احسن بلاد في العالم. تحيه تونس.